الولايات المتحدة الأمريكية نظرتها اتغيرت أو تأثرت لمنطقتنا من العالم؟ أول مرة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية على أرضها بعد بيرل هاربر بقى من في الحرب بيرل هاربر العالمية. يعني، لكن أنا قصدي على المساحة الأرضية للدولة الأمريكية. بيرل هاربر انضربت طبعا، لكن هنا على الأرض الأمريكية من أيام حرب الاستقلال والخلاف والصدام بين الإنجليزي وغيره وغيره والبريطانيين هم، إنما المرة دي أن يضرب على أرضه بهذه الطريقة، أولا كان فيها ضربة للكبرياء الأمريكي، أولا كان فيها استخفاف بالقوة الأمريكية، طريقة الإخراج للحدث نفسه كانت درامية بشكل ضخم، اختيار أهم مبنيين. يعني أنا متذكر مرة جالي توماس فريدمان الكاتب الشهير اللي هو طلع مبادرة الملك عبد الله لما كان الأمير عبد الله لسه قائم بالأعمال، قائم بأعمال ملك عن حل الصراع العربي الإسرائيلي. توماس فريدمان كان معروف بمقالاته، ننتظرها مقالة كل أسبوع تبشر باتجاه معين. طلب يزورني في 2004، كنت انا رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان، رحت واستنيته جه قعد معايا. عارف قال لي عباره مفزعه، قال لي انت عارف دكتور فقي ان ضرب المبنيين دول عندنا يعادل عندكم ايه؟ قلت له يعادل ايه؟ قال لي كلمه مفزعه، قال لي يعادل ضرب الكعبه، كان انا عملت هجوم مسلح على الكعبه. شوف اهميتها عندكم شكلها ايه ورمزيتها شكلها ايه، هذا المعنى وهذه الرمزيه ايضا موجوده لدينا بضرب هذين البرجين. فكان الحدث تشبيه قوي قوي، تشبيه قوي جدا، اتخضيت يعني من التشبيه ده.